قلت لحضراتكم هقول لكم انا دخلت ايه. دخلت الاسبوع اللي فات كيرة والجن وعجبني جدا طبعا القصه لاحمد مراد والاخراج لمروان حامد، وبجد فيلم رائع بيتكلم عن اندلاع ثوره 19، ثوره سنه 1919، وبجد الفيلم زي ما تقولوا كده ادى بريق للتاريخ. الحاجه الوحيده اللي انا بس يعني مش ضايقتني لكن كانت زياده عليا ان 3 ساعات في السينما، يعني حسيت ان انا ايه دخلت يوم خرجت تاني يوم، لكن بجد كل الاحداث تستحق الاهتمام بكل حاجه تاريخيه، الديكورات، الاكسسوارز، اللبس، تسريحات الشعر، بجد كان فيلم حلو جدا ومازال طبعا معروض في السينما ويستحق المشاهده. ده بالنسبه لرايي. اما بقى الضيفه في اخر البوبس اللي قالت عمري ما دخلت سينما، فاعتقد ان هي بتفتقد حاجات كتير جدا جدا، لان بقى عندنا سينمات رائعه، افلام رائعه، انتاج سخي جدا، انتاج على مستوى عالمي بجد، وبقى عندنا مخرجين رائعين، يعني مستوى الاخراج عندنا ما بقاش يقل ابدا عن مستوى الاخراج في اي مكان في العالم. فاتمنى ان الاقبال على السينما يزيد، عندنا سينمات رائعه كمان نتابع فيها كل الافلام. بعد